أنا حليمة إبراهيم الكعكور، نائبة في المجلس النيابي اللبناني. أنا من الناس اللي انتخبت جديداً من سنتين ونص بال2022، اللي جيت خارج كل أطر الأحزاب التقليدية الطائفية المناطقية. نحن جينا بإرادة الناس بس، مشان هيك أنا أملك في البرلمان حرية كبيرة في التعبير عن البرنامج والمشروع اللي أنا بحمله بكل حقوق الإنسان وحقوق النساء وبالسياسة بشكل عام، وهذا الشيء عم يعطيني دور كبير بقلب المجلس وصوت كبير بقلب المجلس، لأنه هذا الصوت هو حر، وهذه الحرية هي أساس لنا كنساء أنه نكون فعالين في المجالس النيابية، لأنه ما جيت بإرادة زعيم ولا بإرادة رئيس، أنا جيت بإرادة الناس، وبالتالي أسأل وأحاسب من الناس، بالتالي أنا بدي يكون بنهجي بقلب المجلس منتج ويلبي حاجات الناس. بالنسبة للورشة العمل اللي هي موجودة هون بمنظمة المرأة العربية، قامت بجهد جبار في هذه الورشة اللي شرحت أكثر كل إذا بدكم البست براكتسز وتجارب النساء العربيات البرلمانيات الموجودين عندنا بالدول العربية، اللي هي عن جد تجربة كتير متنوعة، ونحن بتفيدنا أنه ناخد هذه التجارب. كتير حلو نجمع هذه التجارب لنعزز السياسات العامة والتقييم الموجود بتشاركية، ونعزز السياسة العامة بالتشاركية مع المجتمع المدني ومع الناس. طبعا النساء يجب أن يكونوا بعدد مينيموم 30% بالمجالس، ولازم يكونوا كمان بفعالية كبيرة، وهالفعالية بدها حرية وبدها نشاط وبدها شجاعة وبدها كتير تعزيز ديمقراطية في دولنا العربية. طبعا يوجد كتير قضايا تهم النساء وحقوق النساء في البرلمان اللبناني، من الجنسية، لأنه المرأة اللبنانية هي مواطنة درجة أولى مش درجة تانية وثالثة، وبالتالي بحق لها أن تعطي الجنسية لأولادها، تجريم الزواج المبكر كمان، وخاصة إلغاء كل أنواع التمييز في الاقتصاد ضد النساء، لأنه مساهمتهم وتمكينهم في الاقتصاد سيساهم في رفع الجي دي بي الناتج المحلي، ونحن بحاجة أكثر وأكثر لنكبر هيدا حجم الاقتصاد. أنا بعتقد كمان أنه قانون أحوال شخصية يجب أن يدرس بدون أن يشيطن بعمق وبتأني لتأمين هذه الحقوق لكل النساء، ونكون كل النساء في لبنان عنا حقوق وواجبات مشتركة.